السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناة العزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، ومبارك لجيشنا العراقي الباسل ذكرى تأسيس 103، واللي صادف ذكرى تأسيسه هذا اليوم أتمنى أن يعاد عليهم بالصحة والعافية وعلى كل منتسبين. جيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية وبطولة كأس آسيا وآخر استعدادات، لكن لا تنسوا تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، رأيكم يهم تخلوا صندوق التعليقات، ولا تنسوا تضغطون لايك وشير الفيديو. يلا نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. صرح مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس وفي لقاء مع برنامج هاتريك والمذيع المتألق داود اسحاق، حيث قال ان الاتحاد العراقي لم يفرض علينا تحقيق مركز ما في بطولة كاس اسيا، وانا كمدرب لا اسمح لاحد بالتدخل في عملي مطلقا، ولم يتم فرض اي لاعب خارج خياراتي، لا يمكن ان اطلق الوعود غير مطابقة للواقع، سوف نحاول بقوة رسم الفرحة لمحيي الشعب العراقي، وأنا كمدرب في حال أن لمست أي تدخل من قبل أي أحد من أعضاء الاتحاد العراقي فسيكون ذلك هو يومي الأخير مع المنتخب العراقي. اتحاد الكرة الآن وفر لنا الكثير من الأشياء المهمة، وأنا سعيد جدا بهذا الدعم الكبير المقدم من قبلهم. وفي معرض ردي حول مباراتنا أمام منتخب اليابان قال كاساس، أنا كمدرب أريد الفوز على منتخب اليابان، نحن نمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك. وفي ردي حول تواجد اللاعبين بشكل دائم في المنتخب الوطني قال كاساس، أنا لا أمكن أن أضمن لأي لاعب أن يتواجد بشكل مستمر في المنتخب الوطني إلا في حال بذل المزيد من الجهد، أنا كمدرب أعلم جيدا أن هناك لاعبين يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني في كأس آسيا، لكن الاختيار كان علي صعبا ودقيقا للغاية، والقائمة النهائية لا تسمح أكثر من ذلك. أنا كمدرب يؤلمني جدا عدم تواجد اللاعب حسن عبد الكريم قوقية معنا، لكنني كنت مضطرا بسبب المفاضلة بينه وبين اللاعب إبراهيم بايش ومنتظر ماجد ويوسف الأمين اللي يلعبون في نفس المركز. وأضاف، نحن نمتلك فريق رائع وبأعمار مثالية، والمستقبل سوف يكون عظيم بشرط الصبر ومواصلة الدعم لهم حتى في حال إخفاق لا سمح الله. شعرت بالأسى بعد سماع إصابة اللاعب أمجد عطوان، كونه كان لاعب مهم لدينا، وأتمنى أن يكون الدعم الجماهيري مستمر حتى في حالة الإخفاق. كم كنت أتمنى أنا كمدرب أن يتواجد اللاعب كيفن يعقوب في بطولة آسيا لأهميته، لكن الإصابة لم تسمح لنا برؤيته يلعب معنا. أما عن لاعب منتظر ماجد فهو لاعب مهم وموهوب، وسوف ترون ذلك في بطولة أمم آسيا، عندها سيعلم الجميع سبب حرصه على إكمال أوراقه قبل المونديال الآسيوي. وفي معرض ردي على سؤال من قبل المذيع حول متابعة اللاعبين المحترفين المحليين قال كاساس، كنت حريص جدا على مشاهدة اللاعبين المحترفين في أوروبا عن قرب من خلال متابعة مبارياتهم كاملة وليس الاعتماد على مقاطع الفيديو، حيث أن فلسفتي تعتمد على التغيير المستمر في قوام اللاعبين وصولا للصورة الأمثل للمنتخب. والعراق يمتلك تاريخ ناصع في كرة القدم، ونحن نريد تكرار ذلك التاريخ. أما عن اللاعب العراقي المحلي فهو يمتلك موهبة وجاد في التدريب وتألم لحجم الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها، وأنا أعي تماما أن هناك صحافة العراقية لا يسرهم عملنا وهم قلة قليلة وهذا أمر طبيعي. إي والله أخويا هم قليلين بس مسوين هواي هوسة. وعن ردي حول دور نجوم العراق حيث قال كاساس، لقد شعرت بحماس كبير لدى الليغا الإسبانية تطوير واقع الدوري العراقي، وعلى الأندية العراقية رصد ميزانيات كبيرة لاستقطاب محترفين على مستوى عالي من أجل الوصول لمصاف الدوريات المهمة في المنطقة. أما عن نادي الكهرباء فهو الفريق الذي يعتبر من أفضل الفرق في الدوري العراقي من ناحية تكتيكية. أما عن النادي الشرطة فهو فريق يمتلك حس تهديفي كبير ونوعية لاعبين ممتازين. أما بخصوص الحظر المفروض على الملاعب في العاصمة بغداد فهذا يعتبر غير منطقي، ومن الضروري أن يكون هناك ملاعب بسعة كبيرة متواجدة في العاصمة بغداد. وعن سؤاله على أي أندية قريبة على قلبي قال، أنا من مشجعي ريال بيتيز وفخور كوني تعاملت مع اللاعب ميسي بفترة عملي كمدرب تحليلات في نادي برشلونة. وأضاف كاساس بخصوص كل من اللاعبين علي جاسم وعلي الحمادي حيث قال، بالنسبة للاعب علي جاسم فهو موهبة كبيرة قادمة للكرة العراقية ولقد تابعته في الموسم الماضي. أما عن اللاعب علي الحمادي فهو مهاجم جيد وأنا أحتاجه
في الهجمات والمرتدات. هذا نص ما قاله أو مختصر ما قاله مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس. رأيكم بما قاله؟ أنتظر صندوق التعليقات. يلا شباب. وفي تصريح للاعبنا الدولي السابق سعد قيس الذي توقع أن تكون مباراة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية والبودية وقرار استراتيجي حاسم سوف يخدم عليه مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس في آخر خطوة تحضيرية قبل أن يدخل في بطولة كأس آسيا 2023 واللي راح تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، حيث ذكر اللاعب الدولي السابق سعد قيس إن كاساس لن يقدم على خطوة إقحام التشكيل الأساسي في مباراتنا أمام كوريا الجنوبية اليوم السبت والتي ستحتضنها العاصمة الإماراتية. وأضاف اللاعب الدولي السابق سعد قيس إن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس قد اختار خوض مباراتنا أمام كوريا الجنوبية، والسبب هو أسلوب لعب الأخير المشابه للمنتخب الياباني، حيث أعتقد أن المدرب كاساس سوف يحاول اللعب بتكتيك مشابه لذلك الذي سيلعب به أمام منتخب اليابان أثناء بطولة كأس آسيا لاختبار قدرات لاعبيه الفنية والتكتيكية. وأضاف أن مباراة العراق أمام كوريا الجنوبية ستكون بثابة الأمر الواقع وليس خيار في حال صعود منتخبنا الوطني وصيفة لمجموعته، وأتمنى يتأهل العراق كأفضل ثالث من أجل الابتعاد عن منتخب كوريا. وأضاف سعد قيس أن مباراة العراق وكوريا الجنوبية لو حدثت في كأس آسيا سوف تكون اختبار حقيقي للمنتخب العراقي، والفوز بما معناه الوصول مباراة النهائية في كأس آسيا، كون منتخب كوريا يعد من المنتخبات الصفوة والتي لها باع طويل في البطولات العالمية. أما عن توقعاته لطريقة لعب مدرب منتخبنا الوطني كاساس بمباراتنا أمام كوريا الجنوبية، قال قيس إن كاساس لن يلعب بكل أوراقه، ربما سيجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين ولن يجازف باللاعبين الأساسيين خوفا عليهم من الإصابات. أما بخصوص نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري، فالكثير متابعين يبدو أنه لم يشاهد الفيديو السابق. أحب أقول لكم أن المباراة سوف تكون منقولة على قنوات الرابعة وتطبيق المنصة، أي نعم، أيضا قناة أبو ظبي سبورت الأولى، كذلك منقولة على موقع قناة الرابعة على اليوتيوب وموقع قناة أبو ظبي سبورت على اليوتيوب. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. أما عن المحارب ووليدنا ميرخازوسكي في تصريح حيث قال نعم لابد من النظر بكامل الاحترام لأداء كل المنتخبات المشاركة والتي ستلعب ضدنا، لكن نحن العراق أيضا منتخبنا سوف يحسب له ألف حساب بحكم امتلاك لاعبين على قدر كبير من الأهمية. هذا تصريح نقله عبر الصحفي الرياضي المعروف ماهر حسان. أما عن صفقة انتقال لاعبنا آدم رشيد إلى نادي تورينو الإيطالي، الكثير متابعين كذبوا الخبر وقالوا لي ماكو شيء أو ننتظر أو بعد 3 أيام. أي نعم أخوان، بعد 3 أيام راح يتم توقيع العقد بشكل رسمي، لكن هذا صفحة نادي تورينو اللي نشرته عبر تطبيق الإكس تويتر سابقا، وهي تفتخر بقدوم مدافع منتخب العراقي آدم رشيد. فضلوا وشاهدوا بالدليل.